ثم بعد ذلك جانا الشيخ أبو زيد الريامي. أبو زيد الريامي، من اسمه أبو زيد الريامي؟ من اسمه عبد الله بن محمد الريامي. يش يقول؟ طورا بإذكي وفي عبري أكون بها طورا وطورا من الأيام في أدمي. ايش يسوي الشيخ؟ تمشية ويش سياحة سياحة. طورا بإذكي وفي عبري أكون بها طورا وطورا من الأيام في أدمي أرجو من الله توفيقا لنشر هدى وطي جور وهذا غاية الهمم. كذا يعمل الواحد حياته لا يفنيها، كذا يفنيها. يقول الشيخ محمد إبراهيم الكندي رحمه الله عن الجنة والدنيا، يقول: ألا تلك دار مهرها ترك هذه. وكذلك الشيخ السالمي رحمه الله، شيخ نور الدين، نصب الإمام السالمي وأقام الجمعة وأقام الحدود، هذه أمنياته، يتمنى في الدنيا ذي أن ينصب إمام ويقيم الجمعة ويقيم الحدود، وحقق هذا كله. ولما انتهى قال: طبت يا موت فإن شئت فزر. طموحاته.